تحدينا على دروب الازمان ونطول بالاحمق عرف المعالي. الطويق اللي لعب اليوم على فرصتين خسر من امام فريق النموذجي بهدفين مقابل لا شيء، يقف بجانب انا الكابتن علي العتيبي احد نجوم فريق الطويق. اليوم كنتم مطالبين بالتعادل او الفوز لكن خسرتم. صح، دائما ابو فرصتين ما يفوز. احنا سوينا اللي علينا، سجلنا هدف واستغلوا هجماتهم هجمتين بس اللي في المباراه وجابوا جول. نشاهدكم في امام المرمى تضيعون باكثر من فرصه، هل استعجال انهاء الامور؟ لا والله حظ، توفيق عدل توفيق الحمد لله على كل حال. اليوم خشيتوا بالتشكيله المناسبه والاداء المناسب لنيل هذا الفوز؟ لا اوكي وكل حاجه اوكي، الا الهجمات اللي ضيعناها استفادوا هم من هجمتين وسجلوها. بوجهه نظرك اسباب الخساره اليوم وشي؟ ما في حظ، انا اقول لك كل اللي سويناه في الملعب سويناه بس حظ، الحظ لا ما جامعنا والله مشكله وبس. طيب الان خسرتوا هذه المباراه ودعتوها، لم تكن متوقعه من الجمهور التي حضر اليوم، كان مطالب انكم تنتصرون اليوم. صح الحمد لله على كل حال، جينا والله ما ادري شو بقول لك، ضيعنا الهجمات اللي هنا وخلاص. الجمهور شو تقول لهم الجمهور اليوم اللي جاء؟ والله وجيهم وما قصروا. قادم فريق الطويق، القادم لفريق الطويق ان شاء الله نجيب البطوله الثانيه، اللي في بطوله ثانيه نجيبها. اليوم يرحم امك خلاص. اخر سؤال اليوم هل تظهرتوا بالشكل المطلوب وشفتوا ان اداكم اليوم ساعدكم انكم تفوزون اليوم؟ اي والله احنا سوينا اللي علينا الحمد لله. يلا اخي يعطيك العافيه. يعطيك العافيه الله يسلمك. شكرا لك. كابتن علي اليوم علي العتيبي من فريق الطويق، ربما لا يريدون الظهور كثيرا بعد الخساره اليوم، يعني كانوا مطالبين بالتعادل او الانتصار لكن خسروا من هذه المباراه بهدفين مقابل هدف، اشكرهم حقا على ظهورهم، ان هذا ما لدينا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي والى اللقاء. في كل ساحه التحدي رياده نبنيها بالاخلاق واغلى شهاده، وبطاعه الرحمن نلقى العباده مضمونها للروح بسمة الخصال.